على الجهد. ثم الاضلاع كيتقطعوها كل شيء مزوجيه وكيدوزها الطبيب بالميكروسكوب ماشي بشي شي حاجه سهله. ملي كتزرع في الكرشنا باين باش الاطباء ما كيرجعوش يضربوا فهمتي، الاطباء ما كيرجعوش يضربوا كيبقى الرقم هنا الراديو كيجي الطبيب ساهله في المراقبه. هذوما التفاصيل اللي كيهضروا عليهم الاطباء. قلنا القضاء الدور ديالو هو تحقيق الاراده اذا كانت الاراده مكتمله الى اخره. النيابه العامه كتشوف من خلال الوثائق واش كاين شي بيع ولا كاين شي شراء محمول ولا هادشي ديال البيع ما كاينش مطلقا. علاش كون خلاو هادشي في المستشفيات انه الانسان يجي للمستشفى يقول له ديرها بديك متبرع عطا الله ليش كاين اللي باغي تاخذ كذا ب 600 بلينا 600 بلينا ما تجيليش بحال هكا. كاين اللي بغا تاخذ هي المصرى الصغير ولا هادشي حنا كان تيجينا ساهل ولكن نبغيكم شي مرات ديروا اطلاع تشوفوا الاطفال اللي كيديروا تصفيه جدا في المستشفيات الجامعيه. راه كيقول لك يتزاد مسكين ما كاين تبقى 3 ايام 4 ايام 5 ايام 10 ايام ولا ما دامت هذا الجسد ديالنا حافظوا عليه ما كيتقدرش بثمن ما لهلاش شي مواطن باش يسلم انهم شي يقلب على كليه وعاد كيتقلب واحد المعاناه. انا ملي فتحت على العلوم قلت بانه الناس تعاني في صمت والم وهم وقلق. سيروا الازرار سيروا قصر التاجر سيروا في المناطق الناميه وشوفوا الناس كتعاني. نعطيك عائلات كاين عائلات كلهم كيديروا قصور كامل الاب والام والاولاد اربعه ويتناوبوا يوم اثنين الدفعه من ثلاثه بعدو ضربه وهادشي مكلف ولكنه مش عيان يعني المبادرات ديالي عكس ما هو الناس عكس ما هو كاين تهافت على المهاجر في اوروبا. تشوف المهاجر في اوروبا كيفاش كيتعاملوا كيفاش كيصلوا علاش كيصلوا كاين الصلاه الحمراء وكاين الكنيسه وكاين الاطباء حلوا المشاكل ديال القصور ديالهم في اوروبا حتى حتى ما عرفش حلوا المشاكل ديال المرضى. راه ملي كيجي واحد صافي يتهقط ليه الروح هو من الموزمبيق ما يمكنش يدخل العائله ديالو ما كانوا جماعه كي يقبلوا ديك الساعه الروح ديالو عندهم مسالين او ديما ما تبقاش عاقل عين وكليتين ورئتين والقلب والكبد وكيهز التليفون كيدخلوا لها والمعطيات اللي كاينين في هذيك الاوروبيين عندهم معطيات دخلهم في واحد النظام واحد الجهاز. هذا الجهاز عنده معطيات ديال الناس كاملين كنقطعوا عليهم المزرقات كيخدعوهم لهذه العمليه هي فيزيائيه ما فيهاش محاباه فيزيائيه الى اخره. وكتقول لك راه عين في الفلاني ساكن في الشام وغار الشام في التسعينات من الشام ومن طنجه وزرعوا كاين ديال المغاربه. استقبال المهاجرين ديك النهار اللي كاين في اوروبا راه ماشي على المهم على اعضاء كاين حاله كبيره الان لانه كتعرف راه حتى ديك الميت كاين الاعضاء ديالو بين حنا النسيج الاعضاء الجد شي جد كيقطعوها كيقطعوا الكاريات ويدخلوا البنك ما كيكونش شي حركه درجه ثلاثه ولا اربعه كيجبد لك الاعضاء في الصغيره. امريكا تتاجر امريكا تتاجر في الاعضاء وفضيحه كاينه في اوكرانيا ديال واحد الجمعيه مسيحيه هي كتجي لهاد المكان ديال النهار تشوف هادشي كلشي على حساب هذاك السبوع خشبي الصليب والوطن والصيام. واحد صحفي متمرس تشوف ليه الوالد ديالو مشي شوف هذيك قبر الوالد ديالو وكاين قبر هادو ما كاينينش كاين غير الجعه ديال البلاستيك الركاب كذلك تيقطعو ديك العظام كيطحنو وكيتباع واحد الشركه امريكيه كتبيع هاد لي بودر الدراري اللي كيديروا الباسكيت وكيلعبوا الوراء بحال الباكيت صغيره مريض كيجي كيخاوي ديك العظم كيصافي بحال شي جبيره وكانت فضيحه ولكن امريكا تملصت منها الشركه امريكا تملصت منها. المهم باش تعرفوا القيمه ديال الجسد علاش هذا دابا القيمه ديال الجسد اللي عطاها الله سبحانه وتعالى ما كنحاولوش فيه. قلنا دابا نرجعوا شي شويه كثرت عليكم شي ولا انا كنبغي بامانه كنبغي نشرح بشكل تفصيلي واخا كنمشي ونرجع ولكن لا في زوينه مع عبد الكبير كان وجه واحد الشاب تبع الاخ ديالو اخ ديالو كيا كانت معنا واحد البيضه واحد البيضه حيه اللي مضيت لك عندي طالب حنا في الجلسه كندور لكم شي شنو هو الطالب ديالك؟ الله يرحمه ديالو شي خياطه زوينه الرنضه شنو الخياطه بغيتي؟ قال لي شنو الخياطه ديال المهم ديالك غنطلع لك الخياطه هي شحال ماشي بزاف شي 4-5 دغيا قال لي قال لي غادي نقول لك شي خياطه ديال القصر شي زوين شنو عارف هذه هي الرعب داخله فيها. قلنا باقي هضرنا عن الاطباء هضرنا عن القضاء حتى النيابه العامه تهضر النيابه العامه الى بان لها كاين شي حاجه ماشي طبيعيه راه كتعرفي النيابه العامه الدور ديالها شنو انها كتاكد يعني مؤخرا وقع عندنا حدا النيابه العامه قالت هذا حقها تقول انا واحد الوثيقه عندي فيها شك
غادي يحصلوا واحد الوثيقة أخرى، لأن يعني أحيانا تيجيك واحد، تيجيك واحد ولد عم عمه، هو في القانون ولد عمه، ولد عمي مش مشكل، عمي ولده مش مشكل، ولكن تيجي ليا واحد بعيد، يعني كتاب اسمها العائلية ما بيناش، واحد تيجيك من منطقة أخرى، ولكن في الباطن كنلقاي شوية ديال الخشبة، هادشي ما خصوش ندير عمه، كنشبت كنبدل، أنا جبت شي وثيقة أو شي لازم تعدي باش نروح الطبيبة ديالي أنا، كان يبيع عمه، ومن بعد كيجي من هذيك الوثيقة، المحكمة كتصرف هادشي. بطبيعه الحال اللي كيتفرع هناك سجلات في المحكمه، هناك سجلات مش في الجامعه، سجلات في المحكمه اي واحد كيجي مني في المشفى الجامعي ولا بد خصيه تعطى لي واحد الرقم وتنعقد شي صح هادشي بين الاصول فورم. كاين السجل الثاني، السجل الثاني هو تبرع بعد الوفاه، تبرع بعد الوفاه كاين سجل، ولكن المزيد ديال هاد المصاري على ارض الواقع لن يتحقق، صعيب يتحقق. علاش؟ انا مثلا نقول لك انا غادي نوقع لي غادي في تيزنيت في 10 دنانير ودير وصيه، كي غادي تنفذ ديك الوصيه؟ او انسان توفى في الرباط عنده وصيه يوصي التبرع ديالو بالجسد ديالو كامل، لانه في القانون كيمكن لك تختار شنو غاتعطي، كليتين او كلوى او قرنيه، واكثر من ذلك كيمكن لك تختار واش بغيتي التبرع علاجي او علمي. عقلوا علاش؟ لانه علمي نصف القانون كان يخول المشفى الجامعي انه يقطعوا جثث ديال الموتى ويعطوهم للطلبه يلفوا بها، الان نصف القانون. بالتالي هنا اللي غايتوفوا الانسان كيوصي يا اما تبرع علمي او علاجي، اغلب الحالات تيلوك علاجي. حاجه اخرى ملي كنتو تبرعوا ما كنتبرع شي حد معين، ما كنحد حتى شي حد، او نجي للكوب ديالنا كنتبرع نسبه، كنتبرع الانسانيه اللي بغات تخدم لي صدقه ديال المغرب داخل هذا المال. ملي كيجي الى تحت كلوى وبان واحد اجنبي عنده نفس المواصفات ديال الكلية ديال الإبارة كتعطى الأجنبي. علاش؟ لأنه دابا الناس اللي ما عرفتش كاين واحد الموقع المعلومات كاين وزارة الصحة، الناس اللي خاصهم كلوى أو كدا كيدخلوا في هذا الموقع المعلومات، كيمشيو للمشفى وكيشجعوا الوصية ديالهم. أنا ساكن في بلاصة فلانية ودرت، كيتشجع كيتشجع الاسم باش ما تكونش محاباة بالزمنية والعلاقات. ملي كيتشد الرقم كطيح كلوى، ملي كطيح كلوى كيخلعوا هاد الجهات، هاد الجهات ممكن عاد السيد. ملي كنقول انا عندي رقم 6 وواحد عنده رقم 2700، ملي كتجمعوا 2700 شنو؟ ممكن كيلعب. في حين هي العمليه فيزيائيه ما فيهاش طبيب ما فيهاش وزاره الصحه. المعطيات ديال الكلوى ديالك، الفرق بيننا وبين الدوله السعوديه مشاو مزيان. البطاقه الوطنيه فيها المعطيات ديال الجسد كامل. كتبقى حاجه للسعودي متبرع بقوه القانون ما كيتشاور حتى شي حد. كيدخلوا للمشفى كيخلوا كامل يفرقوا العضله الانسجاليه عند الله تعالى. حنا اللي غادي تقول لي انا متبرع اش غادي مع الجيران؟ اجي المشفى يقول لهم عطوني السلاح الوصيه، ما يمكنش يتخلوا للدار. مسيرته الجيران يستحيل انك تخرج هذا الانسان من الاسره ديالو وتقول لك راهم اللي يكتبوا. لذلك كاين اللي في صب التاج ويرضى في ربنا تبرع بالاصول الفروع ثم تبرع بعد وفاته وكذا في وصيه وتبرع بلوك سريري او دماغي. هذا اللوك سريري او دماغي صعيب تقنعي الناس بانه ولدها او باها راه توفي دخل المشفى باش يقترح، اقترح على المشفى يجيب جوج اطباء من جهه هما اللي كيعطوك الشهاده لانه السيد راه عنده موت كلينيكي او موت سريري. الناس لا تقتنع. علاش كيعيشوا هما مجموعه الالات مكلفه؟ هاد الالات مكلفه اللي كتخلي كتشوف الجسد ديال الانسان حي. ومعلاش كاين الالات؟ باش الا عطيتي الموافقه ولا هو يكون وصي ولا بد خصك تشاور مع العائله، ولا بد العائله خصك تشاور اي واحد في العائله، الاب ولا الام ولا الاخت ولا الله يسوي الخير، الاخ ديالك راه غير وصيه ولكن اخلاقيا راه ميت، اخلاقيا راه كتشاور. الا عطيته الموافقه شنو عند لي كوردينيتريس؟ راه ما كاينش عطيك عطيني عافاك شي قانون، ولكن هاد البنات ولا الرجال عندهم اليات، هو اللي تيبقى معاك ملي كتكون تمشى هو معاك، تيبقى معاك الكوردينيتريس والماجور ولا في اللي كانت مع الاسره، لان ملي كانت هادو الا كانوا متعاطفين معاك طبيعي نهار اللي تشوف الشخص الا جيتي عندهم السلام عليكم الله يسلمك بخير، راه عندنا مجموعه ديال الاطفال المغربيين، الا كان هذا السيد كريم وبغينا الله سبحانه وتعالى يبارك لي بغينا لكم تبارك، الا وافقوا على كلمات الله يسلمك بخير عرفتي جوج كلام، عرفتي هادو جوج كلام راه المشكل الجماعي الاخر كلهم مش عارفين بالعافيه، راه كاين يكون الناس ديالهم، وحده غتمشي بن رشد وحده غتمشي لشيخ زايد، جوج كلاوي
مين تيقول المربي حنا كنعطيو كل شيء، عندهم المعطيات، عندهم المعطيات ديال الجسد الديوية، كياخذوا الكبد الكبدة والقلب والمصر الصغير والكليتين والرئتين، وحنا تنسميو الدوار الدوار كلها بالقلب والرئتين، حتى هي هادشي كله كاين في الناس اللي كينتظروا. وانا عندي واحد حالة ديال انا دائما تنبغي نشهد بنوازي، لأنني كتعرف بأن فرنسا عندو حنا قبل القرن ديال فرنسا قلناها، وهم عندهم السجين، السجين ديال التبرع، السجين غير متبرعين، بمعنى فرنسا كلها متبرعة لقوة القرن، على أنه كاين واحد الحكم في الحكومة الدستورية تيقول هذا هذا القانون هذا باقي فيه نقاش. فرنسا كيعتبروا كل الفرنسيين متبرعين لقوة القرن، أمريكا كذلك متبرعين لقوة القرن. نازية ديال الأم توفات بنتها، خداو القرن ديالها وزرع واحد السيدة في ولاية أخرى، والمنظر وهو أنها مشات من كبرى السيدة مشات كتسمع القرن ديالها، القرن ديال بنتها، واحد اللحظة يعني مؤثرة، يعني أنا ما جيتش عندك حاجة عليك علاش أنا بغيت نسمع القرن ديال القرن ديال بنتي، لحظات زعما مسألة قلنا هذا المنسلي أو دماغي فيه مشاكل كثيرة مع المنظر ديالها، كاين مشكلة راه طوشة يدو معاك كل شيء، ولكن كتقول الله يسلمك خير ربي هكا على بيتي ممكن، وبالتالي في كيمشي الجسد كيمشي التراب، مع علمنا بانه غيتعتقوا بيت ديال الناس واكثر، لانه شكون اللي جوج الناس اللي ممنوع علينا ناخذ منهم الاعضاء والاجسام، الناس اللي عندهم سرقه، الناس اللي عندهم سيله، واللي عندهم تعفنات، قلنا كل شيء ممكن يتبرعوا به ما عدا كل ما يتعلق بالتولد. قالوا 1690 راه شفتوا التفريعات ديالو في السنه ديالو مقسم على ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، كاين جانب انا نعرف الجانب الديني، داري الجانب الديني الموقف ديال الديانات السماويه كامله، وموقف ديال المغرب مجلس العلمي، يعني بصراحه الموقف المغرب كان وسطي واجاز التبرع الاعضاء على اللسان ديال السي ويس هو راس مجلس العلمي. الديانات الاخرى بحال المغرب اللي كيتبرع لاي واحد تبرع المسيحي والمسيحي ما عندهم حتى مشكل، ولكن الكنيسه كل شيء كيتبرع ما عدا الباب ما يتبرع شيء، اليهود ما يتبرع حتى شيء اجنبي ما ياخذ شي عضو، اليهود اليهوديين فقط هكا بشكل واحد الخبير عندنا في الرابعه في المحكمه كمشى اعتقد انه الهند دوله متخلفه غيمشي يدخل المش ياخذ كليه، قال الهند متطور داكشي بزاف، قالوا اي كليه ياخذها هندي ما ياخذهاش اجنبي، العكس ديال المغرب، دابا المغرب فاش حد يعني يجي واحد من شي بلاد ياخذ غريبيه خصو كليه دقيقه جلسانه ممكن تعطيه ولكن حتى مشكل ما كاينش شي تضرر. انا تنقول على الموقف ديال الاديان، الاسلام جاء كان معتدي واجاز ورخص، كاين نقاش حاد في مجموعه ديال الدول العربيه، ولكن غنمشي انا كنت واقف واحد السيد او واحد النازيه اللي واحد البنت اللي واحد تعلمنا في القرن 16 انتم تقتنعوا بهذه المساله ولا تقتنعوا فيها؟ ولكن العوام تقتنعوا بها، العوام الناس اللي ما قاريين شيء تقول له يقول حيدوا عليك، مع العلم انك باش تحيد الكليه، الكليه هي العضو في الجسد ديالنا الوحيد اللي ما عندهاش القدره على الصمود، خصها تخرج من هنا بهذا الروك وكتكون واحد الشهر من هنا، الكليه كتخرج من هنا وتخرج من هنا، كتلقى اطباء اللي غيزرعوا من هنا وكتلقى اخر فتحوا ليه هنا ودوزوا العيال الخيوط دوزوا معاك وتدخل لي بلوك مع الاطباء ديال الشفاء ديال ابن سينا حاله ماشي شي حاله سهله، ولكن اللي نسمعوا اليوم غدا تبين لي بانه الخطا اللي كاين في الشارع صحيح. ثانيا ما تنساوش انه المجتمع التبعي مدير المجتمع التبعي يلتقي خير الاطباء، وهذا الخير اللي كنهضر عليهم دابا مطلوبين في السوق ولكن كيخدموا في جديد خير الاطباء، كاين الاطباء اللي خدموا تقاعد ومجال متطوعين في هذا المجال ما كيتبعوش بسرعه، ما يديروش العمليات، ما يديروا حتى شي حاجه تخالف القانون. طبعا الحال المدير ملي كيشوف شي واحد على بال كيعطي كيدخلوا ليه، لانه هذا المجال كله فلوس. هذا المجال الان كاين واحد اللوبي ديال القطاع الخاص اللي كيجري باش هذا الاختصاص ما يبقاش عند المجتمع الجمعي. راه تلقاي بحال قلنا، تلقاي قدا تمام، تلقاي قدا تمام، اللي بغيت تلقاي على واحد تاعك.
في حين المجتمع في حين القضاء من المشرع يدخل القضاء في العمليه يعني صغيره. فيما يخص التجاره في الاعضاء المغرب ما كاينش ولا حاجه قطعا. كاين دول اللي فيها حروب كيف افغانستان كيف باكستان كيف كوستاريكا كاين رحلات ديال الاعضاء الامثله كيجمعوا مجموعه ديال الخليجيين وكيديروا كوستاريكا كيزرعوا الكيلي كيزرعوا اللي بغاو الى اخره. مصر كاين اكثر من 250 شهر ولكن كاين غير من مصلحته. مصر كاين محاكمه دابا ديال مجموعه ديال الاطباء مجموعه ديال الجراحين مجموعه ديال العملاء حمية الطب في هذا المجال ديال التجاره. لانه كتعرف بان مصر الان كاين واحد الازمه خارقه. بالتالي المصري الله يحسن العوان كيضطر انه يبيع كيلي يبيع غالبا 1000 ولكن المشفى كيبيع ب 60 70 80 حنا تنبغي العمليه 26. بلا قلت على السعوديه دابا كاين السعوديه العمليه كثيره ديال الزرع لان اصعب حاجه ماشي هو التمر اصعب حاجه هو الزرع. الزرع هو اصعب ما سهلش انك تزرع شي حبوب لانه دابا اللي تنقولوا السعوديه وكانوا تونس خير منا في هذا المجال هذا كنلقاو السعوديه عندها مكافآت. اي واحد يتبرع بكيليا ويعتق المواطن عنده واحد الوسام كيسمى لك عنده تخفيض في الطائره تقدر في الطائره عنده واحد التخفيض ديال 50%. عنده تخفيض وعنده واحد 50% سعودي كتعطى الوسام و 50% سعودي ويستفيد من النقل تيخلص 50%. علاش؟ لانه نقل مواطن سعودي. ايران اي واحد تبرع ما عندوش السنه كيعطيو السنه ديالو. حنا ما عندناش هادشي. انا مجرد كندير العمليه الله يعاون صاحبي طبعا كاين تتبع كاين واحد الاطباء اللي كيعرفوا المرضى ديالهم وهاد المرضى خصهم المراقبه وهاد المرضى عندهم معاناه راه ما كيخدموش شي الوظيفه العموميه لانه غادي لي ثلاث مرات في الوصول كيدير دياليز غادي لي ثلاث مرات دياليز الاربع اثنين ديال دياليز ثلاث ما يمكنش تخدم الاربع ديال دياليز الخميس ما تخدمش عشان المعاناه اللي عندهم صحتهم الحمد لله.